الرياضية الوطنية للكاراتيدو في طبعتها الخامسة يوم 19 و20 أفريل 2024، والتي كانت بمثابة عرس رياضي بامتياز لما لمسناه من محبة واحترام واعتزاز بالانتماء لهذا الوطن العزيز من طرف كل الوفود المشاركة عبر ربوع جزائرنا الحبيبة، آمنين بتوفيق من الله جل وعلا ثم بدعم ومساندة من الدولة الجزائرية. ونحن نعيش في هذه اللحظات التاريخية المتميزة، والعرس الرياضي لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في نجاح هذه الدورة المتميزة كما قلت، سواء من حيث من المنظمين رياضيين جميع الوفود المشاركة في هذه التظاهرة. شكرا جزيلا، نتمنى من صميم القلب النجاح والتوفيق في دورات قادمة. تم اليوم بفضل توفيق الله عز وجل أن نلنا المرتبة الأولى في البطولة الوطنية أواسط مع نادي جي اس بي باريكا، وذلك بالتعاون مع كافة المدربين الذين حرصوا على أن ننال أعلى المراتب في هذه المسابقة. اليوم ربحنا متحصل على ميدالية ذهبية بطل الجزائر، وزدنا تحصلنا على الكوب دالجيريا 2024. التنظيم كان جيد وتعبنا فحققنا هذه النتيجة. مرحبا بوذراع، الحمد لله هذا وين درنا بطولة، هذا وين درنا في شامبيونة حسب الفرق، تحصلنا على المرتبة الأولى والحمد لله، هذا بفضل الشيخ اليمن. شكرا. الحمد لله هذا وين درنا الكومباتانا حسب الفرق، والحمد لله تعبنا ونلنا، ونشكر الشيخ تاعي ونشكر الرابطة تاعي والوالد تاعي. جي اس بي باريكا.